مرصد فتاوى الشاذة والتكفيرية التابع لإدارة الإفتاء المصرية حذر النهاردة من أن تنظيم داعش بيتوغل في ليبيا نتيجة للأوضاع الأمنية والسياسية فيها، وبتعتبر المكان المفضل لإرهابية داعش خاصة بعد تركيز الضربات الجوية على مواقع نفوذهم وسيطرتهم في سوريا والعراق، وده الأمر اللي شكل خطر كبير على الدول المجاورة. المرصد أشار في بيانه لأن تنظيم داعش الإرهابي بيتمدد بقوة في عدة مناطق في ليبيا، وبيركز عملياته الإرهابية بشكل خاص على مناطق حقول البترول، والمقاتلين الأجانب بيتدفقوا على سرت دلوقتي بدلا من سوريا والعراق.